شاهدين كرام، كلنا شايفين قد ايه اهتمام الدولة بالمرأة المصرية في كل المجالات. بالتأكيد الاهتمام بينصب وبيمتد لصحة المرأة المصرية. أنا بقول الكلام ده لأن في عدد من المبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، الكشف عن العديد من الأمراض، أهمها الكشف المبكر عن سرطان الثدي. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من بدايتها كان في يوليو 2019 وحتى الآن شهدت فحص حوالي 11 مليون امرأة. المستهدف ان الرقم ده يوصل ل 30 مليون سيدة مصرية، يعني احنا ما وصلناش لسه للنص. مع تقديم العلاج بالمجان، التوعية بخطورة بعض الأمراض زي سرطان الثدي، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في لقائنا بالدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي. صباح الخير يا دكتور ومنور. صباح الخير يا فندم. دكتور، يعني عايزة في البداية حضرتك قبل ما ندخل على سرطان الثدي تكلمني بشكل عام، رأيك في المبادرة إيه وتقديم الخدمة للمرأة فيها إزاي؟ كويس. يوم 7 إبريل 2019 سيادة الرئيس اتكلم في أحد لقاءاته بمناسبة المرأة عن صحة المرأة وأشار إلى هذه الجزئية. 7 إبريل في نفس اليوم 12 بالليل اتصلت بها الوزيرة وقالت لي احنا عاوزين ننطلق ونعمل المبادرة. حطينا المبادرة وكان الرؤية الأساسية حاجتين مهمين جدا. أول حاجة المكان اللي عايشة فيه المريضة مش هو اللي هيحدد إذا كانت هتعيش أو لا، يعني المكان اللي الست عايشة فيه مش هو اللي هيحدد إذا كانت هتعيش ولا لا. بمعنى يعني إذا الست عايشة في الواحات لازم يبقى عندها نفس الفرصة بتاعت السيدة اللي في القاهرة، فرصة يعني العلاج تقصد. مش يعني هنا مش هناك تتظلم هنا. فإيه ده أحد المحاور المهمة جدا. المحور الثاني إن الست المصرية تستحق علاج ورعاية طبية في موضوع سرطان الثدي زيها زي الست الأمريكية والغربية. فدي كانت المحاور، ولما نيجي نتكلم على التفاصيل هقول لحضرتك إزاي قدرت الوزارة توصل الحكاية دي. فابتدينا نشتغل وحطينا نظام العمل واستفدنا طبعا من حاجات كتير قوي من البلاد المجاورة، البلاد اللي أحوالها زينا، من خبراتهم المغرب، الأردن، الهند، كندا. وحطينا بصراحة برنامج كويس جدا يهدف، وهو برنامج طموح جدا. أنا في الأول ما كانش الغرض إن احنا نعمل 30 مليون ست، بس الوزيرة صممت عشان تكبر الفئة المستهدفة، والحمد لله التدريب حصل بسرعة، وفي 5000 وحدة صحية في مصر ابتدى الكشف المبكر على الفتيات والسيدات. وفي منظومة معينة إن الحالة اللي تكتشف أو يبقى فيها شك بتتحول لمركز متخصص ثم يتعمل لها الأشعاعات والعلاج والكلام ده كله. اللي أنا عاوز أقوله تانية هو الموضوع مش مبادرة وقتية هتقعد سنة ولا حاجة، لا، هي مبادرة مستمرة. بمعنى إيه؟ إن الموضوع مستمر لحد ما نخلص ال 30 مليون ست، وبعد كده وفعلا اتعمل حوالي 11 مليون سيدة، واكتشف حوالي 3000 حالة، وتم إنشاء تحويل أحد مراكز أورام وزارة الصحة في القاهرة إلى مستشفى نموذجي للثدي. ومن كتر نجاح المنظومة ابتدت الحكاية دي تأثر في مراكز ومعهد الأورام في مصر اللي كان عندها قوائم انتظار وكان عندنا زحمة جدا، بقت العيانين قلوا جدا في هذه المراكز لأنهم بقوا المبادرة نجحت جدا بحيث إن مفيش قوائم انتظار بقت. ومش بس كده، البروتوكولات اللي اعتمدت
العلاجات والأشعات والفحوصات اللي بتتعمل للسيدات لا تقل عن البروتوكولات اللي بتاخدها المريضة في أمريكا أو في الغرب. دكتور، حضرتك من الكلام قلت في نقطتين عايزة أقف عندهم. قلت إنه عندنا من 11 مليون اكتشفنا 3000 حالة، وإن إحنا بنعمل ما يقال بالكشف أو الاكتشاف المبكر للسرطان. السيدات اللي قاعدين بيسمعونا، أهمية الاكتشاف المبكر للسرطان، سرطان الثدي أنا بتكلم بالزبط. وهل نحن من الدول اللي سرطان الثدي منتشر فيها ولا من الدول اللي نسبتها مش عالية قوي؟ ده سؤال جميل جدا. بصراحة إحنا مصر مش من الدول اللي النسبة فيها مرتفعة. أنا عارف الولايات المتحدة النسبة فيها عالية جدا، عالية جدا. في بعض الولايات زي في كاليفورنيا النسبة 1:7 عالية جدا. المهم ان احنا النسبة عندنا مش مرتفعة قوي. طبعا مش قادر ادي لحضرتك رقم لان احنا ما عندناش سجل وطني او بيانات يسمى بpopulation based registry ان احنا نعرف بالظبط، بس احنا النسبة عندنا مش عالية قوي. بس للأسف اذا ما تعملش تدابير واجراءات زي اللي بتتعمل دلوقتي منتظر ان النسبة تتضاعف في العشرين سنة الجاية. طيب ايه اهمية الاكتشاف المبكر بقى؟ هاي ما حاجي للنقطة دي بالظبط. ده بيجاوب على سؤال مهم الستات بتسأله، لا انا مش عاوز افحص، لا انا مش عاوز اعمل ماموجرام اعرف ليه، ما هو لو جالي مش كده، مش بنسمع الكلام ده. لا، في الثدي بالذات الاكتشاف المبكر مهم جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ ان الست اذا اكتشفت الورم في مرحلة مبكرة، يعني مثلا سنتي، ده بيحقق لها كذا فايدة. اول حاجة نسبة الشفاء بتبقى عالية جدا، تقارب 100% في التسعينات في المية يعني. الحاجة التانية الست هتتمكن من المحافظة على الثدي، يعني مش هتضطر تستأصل الثدي، ودي حاجة مهمة جدا طبعا لأي امرأة. والحاجة التالتة الفايدة المهمة للاكتشاف المبكر ان في الحالات البدري المريضة ما بتحتاجش تاخد مثلا علاج كيميائي، علاجات كتير متعبة ومكلفة ومؤذية. فدي فوائد الاكتشاف المبكر، الست بتحافظ على صدرها، بتحافظ على حياتها، ما بتتعرضش لعلاجات كتير متعبة. فهي الرسالة فعلا الاكتشاف المبكر. وانا عاوز اقول حاجة، مش بس الاكتشاف المبكر، المبادرة مش بس ان احنا اكتشاف مبكر وعلاج، لا وتوعية. يعني احنا المبادرة ضم ناس البنات من 18 سنة. الغرض ايه؟ انا عاوز اواعي البنات السيدات، اواعيهم بصحة الثدي، اواعيهم ايه الاعراض، ايه المفيد، ايه اللي بيزود احتمالات الاصابة، ايه اللي بيحمي نسبيا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، مبادرات سيادة الرئيس للعناية بالصحة زي مثلا نشوف سيادة الرئيس بيركب عجل الساعة 6 الصبح وكلام من ده، ممارسة الرياضة بشكل عام. ممارسة الرياضة احنا في مصر عندنا الثقافة ان الواحد بيلعب رياضة علشان يخس، عشان البنت في فرح هتلبس فستان، مش كده؟ انما لا، ممارسة الرياضة دي لها دور مهم جدا، مش بس من الوقاية من امراض كتير، لا ومن السرطان. يعني وجدوا ان ممارسة الرياضة بشكل منتظم بيقلل نسبة الاصابة بسرطان الثدي بحوالي 20%. اسلوب الحياة، يعني الاكل، الوجبات السريعة وكده بتزود نسبة الاصابة، انما الاكل الصحي والخضروات والسلطة والفاكهة والحبوب والكلام ده، الاكل الريفي اللي كنا بناكله طول عمرنا ده بيحمي من الاصابة. فهي مش بس ان انا اكتشف مبكر، ازاي اقي نفسي وازاي اعرف ايه الاعراض واعمل ايه لو حسيت حاجه. اعمل ايه لو حسيت حاجه؟ يعني بالزبط. دلوقتي اللي سمعنا، اعمل ايه لو شكيت، حسيت كده ان في بعمل كده؟ ما احنا كلنا كويس عارفين التست بيتعمل ازاي. اعتقد في ستات كتير بقت بتشوف من خلال المبادره ازاي تشكي ان ممكن يكون عندك حاجه. طيب انا عندي شك، اعمل كويس ايه؟
النهاردة طبعا الثقافة اتغيرت في مصر جدا. طبعا أي امرأة بنت أو ست بتحس بحاجة بقول عليك في 5000 وحدة صحية involved في المبادرة، تنزل تكشف في أي شك، بتتحول إلى مركز متخصص مثلا مركز أورام، بحيث إنها تعمل الفحوصات والأشعات وإذا محتاجة عينة بالإبرة، بحيث ده إنها ببلاش كل ده مجانا تماما. وتستغربي حضرتك إن حاجة الواحد فخور إن لو علاج المريضة اتكلف مليون جنيه، مليون جنيه ده ببلاش تماما لكل سيدات البلد. طيب المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي دورها ايه بقى من خلال هذه المبادرة؟ بتعمل ايه؟ كويس، احنا المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي هي جمعية أهلية وهي أول جمعية متخصصة في سرطان الثدي في مصر. انشأت في 2003 وكانت رؤيتها برضو وأهدافها ايه؟ إن ما فيش حكومة في العالم تقدر تلبي كل احتياجات مرضى السرطان في البلد، حتى أمريكا على فكرة. فواجب المجتمع المدني إنه يساعد ويساند ويبقى فيه شراكة بينه وبين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين الجامعات، بحيث إن احنا نساعد في تقديم الخدمة. وده كانت فلسفة هذه المؤسسة، يعني شرفت بإنشائها ورئاستها. ومن أول يوم هدفنا إيه؟ مثلا بنشارك الحكومة، بمعنى إيه؟ نيجي مستشفيات كبيرة في الوزارة نعمل فيها وحدات، كم ده بكلم حضرتك 17 سنة فاتوا، كان لسه الموضوع مش كده. كان لو حضرتك حد بيتفرج على التلفزيون ولقى الناس بتكلم على سرطان الثدي بيقلب المحطة، كانت الكالتشر مختلف خالص، ثقافة. بس الحمد لله الدنيا اتغيرت. فكان القصة كلها ان احنا بنحاول بنعمل وعملنا فعلا وحدات للاكتشاف المبكر للثدي في مستشفيات وزارة الصحة، وعملنا في مستشفيات كتير وندرب الدكاترة والأطباء والفنيين بحيث انهم يقدروا يقدموا خدمة كويسة. دي حاجة. الحاجة التانية كنا بنروح للأماكن المحرومة أو الأقل حظا، يعني عملنا حملة في الصعيد لمدة سنتين بحيث إن احنا نروح في الصعيد نشوف الجمعيات اللي أصلا هناك موجودة ونتشارك معاها، بحيث إن احنا ندربهم ونكشف على السيدات ونساعدهم في العلاج ونوجههم. الكلام ده قبل المبادرة، وطبعا الكلام ده يومين لسه، كان أول امبارح في اجتماع في وزارة الضمان الاجتماعي بين الوزارة وزارة الصحة وبين الجمعيات العاملة في هذا المجال للشراكة اللي أنا بتكلم مع حضرتك عليها. وطبعا ما نقدرش نقول للحكومة تغطي كل حاجة، ما ينفعش. يعني على سبيل المثال، يعني السيدة مثلا، في بعض السيدات المرضى بعد العلاج واستئصال الغدد دراعهم بيورم، طب مش معقول هقول للوزارة اعمل لنا علاج طبيعي و و و و للسيدات دي. فإحنا بنساعد في حاجات. هقول لحضرتك حاجة قد تبان إنها مش مهمة، الست لما بتاخد مثلا علاج كيميائي شعرها بتفقد شعرها، حتى لو محجبة هي في البيت قدام جوزها وولادها، هي مش عاوزه تبان انها انثى غير كامله او شعرها واقع او 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 او. فتلاقي في ناس فاعلين خير كتير بيساعدونا وبيتبرعوا لنا بشعر مستعار وبوريك، بحيث ان الست تلبسها وقت العلاج الكيميائي، ودي بتفرق جامد. الستات ممكن ما يخرجوش من البيت، انما لما بيعملوا الحاجات دي بيقدروا ينزلوا. وجزء من العلاج نفسي اعتقد في السرطان، يعني لازم تبقى النفسيه مرتفعه بالظبط. ومش بس كده، مثلا الست اللي بتشيل الثدي بتحس انها للاسف بتحس مثلا ان مصر كلها شايفه انها بثدي واحد، وده مش صحيح. بنساعدها ازاي؟ في ناس بيقعدوا سنه وست اشهر ما بيخرجوش من البيت. بنعمل ايه؟
في مثلا جهاز تعويضي خارجي، في برهات معينة بنديها لهؤلاء السيدات، بتديهم ثقة وبيقدروا يلبسوا وبيخرجوا. ما نقدرش نقول الحكومة جيبي برهات وحاجات صحيح. للستات صحيح. فده دور المجتمع المدني، مش بس كده برضو الموضوع مش برهات وكده. أشعة الماموجرام مثلا بفوق 1000 جنيه، ما اقدرش انا او زملائي نطلع في التلفزيون للستات لما توصلوا 40 سنه اعملوا اشعه، او لو تحسوا حاجه اعملوا اشعه، وتروح في الغلا اللي احنا فيه وتدفع 1500 جنيه. فاحنا بنوفر الاشعات المجانيه للسيدات، ودي حاجه مهمه جدا، بنحاول ندعمهم، لان الست مش هتروح تعمل اشعه انها غاليه، هي بتفضل تدي الفلوس دي تصرفها على اولادها وجوزها وبيتها، حضرتك عارفه الست المصريه. فاحنا بنحاول ندعم الحاجات دي، بنعمل محاضرات كتير توعية، بنروح لتجمعات السيدات في القرى، في المصالح الحكومية، في التجمعات، مثلا في مجمع التحرير، في أي حتة بتطلب مننا بنروح وبندي محاضرات توعية، بنحاول نصحح مفاهيم خاطئة كتير منتشرة. يعني مثلا في رجالة يقولوا أنا ممكن أتعدي من مراتي، إيه ده؟ آه والله. فطبعا بنحاول نصحح الكلام ده، ان السرطان مش معدي، بل بالعكس انت لازم تبقى مع مراتك. الست تقول طب انا هاخد جلسه الاشعاع، طب انا بنتي حامل او عندي ولد بيبي في البيت، العلاج الاشعاعي يا ستي ما بيخليكيش مشعه، تطلعي من الجلسه تحضني الولاد والبنت مفيش اي مشكله. بنحاول الابره بتنشر الورم، بنحاول نصحح الكلام ده. والحمد لله على مدى ال 17 سنة المؤسسة بتشتغل فيه جنبا إلى جنب مع الوزارة ومع الحكومة، بنحاول إن احنا غيرنا الثقافة، الستات بقت عارفة. تيجي لك واحدة في الصعيد غلبانة، الدكتور يقول لها هاخد حق، تقول له لا أنا عاوز أعينة بالإبرة، أنا سمعت كده في التلفزيون. فالثقافة اتغيرت حقيقي. طب دكتور محمد شعلان، يعني بعد إذنك احنا قبل اللقاء بنفتش كده، لقينا لك صورة مع الرئيس الأمريكي الرقم 46 في الولايات المتحدة جو بايدن، والصورة دي كانت سنة كام يا دكتور؟ الصورة دي سنة 2010 تقريبا بقى لها 10 سنين. كان نايب، كان جو بايدن كان نايب أوباما، كان نايب أوباما. وإيه سبب هذا اللقاء في بيته؟ إن ده في بيته، في بيته في واشنطن. ده احنا مش هنعرف نكلمك بقى، أنت صديق لا الرئيس الأمريكي يعني. لا مش قوي كده. فسبب اللقاء كان إن الرئيس بايدن فقد أحد أبنائه للسرطان. بالسرطان. ومراته دكتور جيل مهتمة بالسرطان. فهو عمل جمعية اسمها بايدن كانسر فاونديشن، ومهتمة جدا بمكافحة سرطان الثدي، مش بس في أمريكا، في العالم كله. وهذا اللقاء كان بمناسبة، كان في حاجة اسمها الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لمكافحة سرطان الثدي. دي لسه موجودة ولا خلصت؟ موجودة لسه، بس كان مش مفعالة قوي، بقالها 10 سنين. وكنت أنا بمثل مصر أياميها، وبصراحة دعمونا في مصر، وهيئة المعونة الأمريكية دعمتنا في الحملة اللي عملناها لمسح الصعيد كله، وكل دي كانت تمهيدات للمبادرة الحالية، لأن بقى عندنا معلومات وبقى عندنا، والثقافة اتغيرت شوية، والستات بقوا ينزلوا من غير ما يقولوا لحد، يقول لهم حاجة، ينزل تروح تكشف وتطمن وتجيب صاحبتها وتجيب أختها، لأن بقى في كل حي، في كل وحدة صحية بقت المبادرة مفعلة. يعني أنا سعيدة بالاهتمام بصحة المرأة المصرية، وأعتقد أن أي سيدة مصرية بتتفرج علينا دلوقتي بقى عندها وعي بأنها ممكن تعمل إيه، تروح فين، تيجي منين، وما تقلقيش، المبادرة مستمرة، ففي أي وقت حبيتي ان انت تنزلي تطمني على نفسك. اعتقد ان الدوله كلها مستنياكي. دكتور محمد شعلان، استاذ جراحه الاورام ورئيس المؤسسه المصريه لمكافحه سرطان الثدي، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. انا متشكره قوي على دوركم في وقف نشر الوعي بسرطان الثدي وصحه الثدي. شكرا يا فندم.
شكرا. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنكمل معاكم فقرات برنامجنا.